طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيكم العافية يا شباب، بنرحب فيكم في كورس الذكاء الاصطناعي. أنا تقريبا درست معظمكم، فبالتالي فرض بتعرفوا اسمي، فبالتالي أنا حكون معاكم في هذا الكورس. للأسف للناس اللي بتعرفنيش، أنا اسمي معتز خالد سعد، وحكون معاكم في كورس الذكاء الاصطناعي. طبعا كل المصادر تبعت الكورس بتلاقيها في المدونة mksaad.wordpress.com، فبتلاقي على طول الكورسات اللي أنا بدرسها: Artificial Intelligence Spring 2020. فعليا طبعا في عندك الكورس ID CSCI 4304. تمام، بعرفش إذا في حدا عندكم في نظم أو من الأقسام الثانية ومجبر إنه هو يسجل الكورس تحت هذا الرقم SICT، فبالتالي يعني إذا كان في حدا موجود إنه هي عندك الكورس ID هنا، ما فيش حدا موجود، أوكي، يعني أنت بتتقيد بهذا الكورس. طبعا بشكل مسبق لازم يكون في عندك البرمجة والديتا ستراكشر، إنه أنت تكون مخلصها بحيث إنه أنت تقدر تمشي فعلا معنا في هذا الكورس. تمام، طبعا في هذا الكورس احنا حنشرح الاساسيات تبعت الاي اي، وحنتدرج في المواضيع تبعته لغايه لما يعني التدرج، انه احنا بدنا نتدرج من شغلات، يعني مثلا زي انه احنا نلعب شطرنج او نخلي الكمبيوتر يلعب شطرنج، ايش هي الالجوريثمز اللي بتمكن الكمبيوتر انه يلعب شطرنج، لغايه السلف درايفنج كارز او السيارات الذاتيه القياده، وكل الانظمه اللي بتشملها او بتحتاجها من كمبيوتر فيجن، نظام الرؤية تبعها، لغاية انه هي تاخد السجن ان هي تروح يمين او شمال او تعمل سلو داون او سبيد اب. تمام، طبعا هذه هي المواضيع اللي احنا بدنا ناخدها، هذه التوبكس. بس قبل التوبكس خلينا نحكي على الكتاب المقرر. في عنا فعليا كتابين، الكتاب هذا Artificial Intelligence Intelligent Intelligent Systems Approach لميشيل، وفي عنا Artificial Intelligence Modern Approach. طبعا هذا الكتاب يعني من أوسع الكتب انتشارا، هو الكتاب رقم واحد في الذكاء الاصطناعي. فعليا أنا محتاج أني أنا أدرس من كتابين، لأنه هاخد مواضيع من هنا وهاخد مواضيع من هنا، وهذا الكلام أنا مبين لك إياه هنا. تمام، فهنا على سبيل المثال أنه هذا الكتاب حناخد، هذا الباب عفوا حناخد فيه أسبوع واحد تقريبا، اللي هو عبارة عن شابتر 2 من كتاب المودرن أبروتش، وهكذا زي هيك. هذا الشابتر انه حيكون من الانتليجنت سيستم ابروتش، فمفصل لك اياهم، والسلايدات انت عندك موجوده اللينكس تبعها، كل شابتر بالسلايد تبعته، فعشان هيك انه مفيد جدا انه انت تتبع معنا في هذه المدونه، لانه كل الماتيريال انا حطها هنا بالاضافه للمودل، اذا انت تاخرت يعني في التسجيل بيكون في عندك اكسس لها. الكتابين هاي الاي اس بي نمبر تبعهم، و فعليا هذا الكتاب في شغل على إصدار نسخة 2020 من هذا الكتاب، بس لسه لغاية الآن ما صدرتش. إذا صدرت وقدرنا إحنا نحصل عليها، ممكن إن إحنا يعني نمشي عليها يعني، بس في الغالب يعني هذا الكتاب إنه ممتاز، إنه هو بيغني، لأنه أنا مجمع لك مصادر خارجية. في عندك كراسي هناك، يعني ممكن تأخذ لك كرسي من هنا أو من هنا. بخصوص المواضيع، قبل المواضيع حابب أحكي لك في توزيعة العلامات. توزيعة العلامات إحنا في شيء عنا لاب في هذا الكورس، على كل موضوع حاعطي لك تول إنه أنت تشتغل عليها، وحيكون في عندك assignment، فبالتالي عندك 20% على الاكتيفيتيز والassignments، الامتحان النصفي 30% والنهائي 50%. نيجي للمواضيع، نيجي للمواضيع اللي هو حناخد مقدمة، حنعرف إيش يعني AI وتعريف الاي اي. انا بس بدي اعطي لك شويه كلمات هنا، انه انت عندك الارتفيشال انتليجنس كلمتين، ذكاء واصطناعي. خلينا نشوف كلمه ذكاء في حد ذاتها، انه الذكاء في حد ذاته، انه بدي احكي انه
عدة كلمات مفتاحية بديش أعرفه تعريف فورمال، إنه أقول الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن كذا 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 كذا، لا هذا ما عندناش هذا الكلام. الذكاء هو القدرة على التعلم. لما نحكي إنه إنسان ذكي فعلاً إنه هو قادر إنه هو يتعلم، بيحسن أداءه من خلال إنه هو بتعلم. حل المشاكل هذه في الآخر. التفكير عنده القدرة على الاستذكار أو الذاكرة، إنه هو يحفظ المعلومات ويسترجعها عند الحاجة. تمام؟ لأنه المعلومات هذه أنا محتاجها على المدى البعيد وعلى المدى القصير. على المدى القصير يعني على سبيل المثال إنه أنا باجي بحكي لك يا بالله إيش رقم محمد؟ رقم محمد 5-7-2-7-3. أوكي 5-7-2-3 حفظته على في السياق على المدى القصير، وبعديها المعلومة هذه بتتبخر خلاص بحفظش الرقم. وفي معلومات أنا بحفظها على المدى البعيد بدي أضلني أنا محتفظ فيها، فلازم يكون في عنده معرفة أو نوليج إنه هو بيحتفظ فيها، والنوليج المعلومات هذه إنه ممكن تكون على المدى القصير أو على المدى البعيد. وآخر شغلة لي حل المشاكل. طبعا إحنا وظيفتنا إنه إحنا موجودين في بيئة كلها مشاكل، هاي وظيفتنا. وكتش بتنحل المشاكل تبعتنا كلها لما نموت. كيف؟ المشاكل بتبداش والله على حسب على حسب. يعني اللي بدي اوصل لك اياه انه انت موجود في 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 الحياه الدنيا، الحياه الدنيا مش بيرفكت اكيد بطبيعه الحال الا ما تواجه مشاكل، ما فيش مفر. تمام. حكيت لما نيجي نحكي نضيف لهذا المصطلح هذا الذكاء، لما نضيف لهذا المصطلح اصطناعي بيصير انه انا بدي اعطي الامكانيات هذه كلها للماشين. تمام. انه انا بدي اخلي بدي ابني ماشين انه يكون في عندها القدره على التفكير زينا، انه يكون في عندها الذكاء زي البشر. تمام. والذكاء هذا مش انه فور فان يعني او للترفيه، يعني بده يكون في عنده القدره في النهايه انه هو يحل مشاكل. عشان هيك المشاكل هذه بدي اوكله فيها. عشان هيك انا عندي من المواضيع اللي هو انتليجنت ايجنتس. ايش هو الانتليجنت ايجنت؟ يعني وكيل. فبالتالي الوكيل هو يعني بدي اقسم لك اياه لقسمين. تمام. في عندك هاردوير، فبالتالي هذا هو عبارة عن الروبوت. وفي عندك سوفتوير، وهذا بيكون ممكن يكون اي برنامج ذكي، يعني على سبيل المثال الفيس اب. كلكم تعرفوا الفيس اب بيعمل جنريشن للصورة تبعتك في المستقبل، بيعتمد على الذكاء الاصطناعي. زي ايش كمان؟ زي الشات بوت واي حاجة، اي سوفتوير في بوت معنى ذلك انه هو عبارة عن بالضبط. لانه يعني انت ممكن يكون في عندك تشات بوت، انه بيكون في عندك في 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 الويب سايت تبع انه انت بدك تحجز مثلا تذكرة قطار، فبالتالي انت بتيجي بتحكي معاه بالتشات بتقول له بدي اروح من المكان الفلاني للمكان الفلاني، بيسألك على الوقت اي يوم بدك تروح كذا كذا، وبعمل لك الاوردر كله، بيكمل لك الاوردر كله. فبالتالي هو في عنده ذكاء بحاكي الشخص اللي ممكن انه هو يحجز لك التذكرة تبعتك انه كهيومن. يعني البرامج الزيادة يعني تعتبر ذكاء ولا بس برنامج عادي بواجهة لا فيها ذكاء، فيها ذكاء. لأنه أنت ممكن ذكاء إنه أنت بدك تيجي تقول له إنه والله في التذكرة أنا بدي عندي كذا كذا كذا، وفي عندك إشكالية هو افترض يحل لك إياها. أو ممكن إنه أنت يعني تيجي تختبره تشوف إنه قديش مقدار الذكاء تبعه، وتروح تربط له يعني معلومات في السياق، تيجي تقول له والله الطقس منيح، تشوف كيف إنه هو بتفاعل معك. أو المكان اللي أنت بدك تروح له
ديستنيشن في تذكرة القطار انه بيكون المكان برد المكان كذا، فبروح انه بياخد المعلومات هذه في السياق وبيكون في عنده ذكاء بحيث انه هو يحكي لك عنها. فهذا هو الايجنت. انا اعطيتك هذا الكلام عشان انه انت تعرف تربط هذه المواضيع مع بعض، تمام؟ عشان انه الكلمة المفتاحية لما اجي احكي بروبلم سولفينج انه تعرف ايش الفكرة، يعني انه ايش الهدف من البروبلم سولفينج، انه احنا يعني انه في عندي هنا مواضيع متعلقة بالبروبلم سولفينج. طب نيجي للمواضيع، نكمل المواضيع. انا بقصد انه حنشوف ايش هو الذكاء، حنشوف ايش التعريف تبعه، حنشوف ايش المجالات تبعته، وحنشوف في الستيت اوف ذا ارت. هذا المصطلح احفظ لي اياه، ستيت اوف ذا ارت معناها احدث ما توصل اليه العلم في الذكاء الاصطناعي. بدنا نشوف ايش الحاله تبعتنا الان، هل احنا الحاله تبعتنا انه احنا متقدمين، هل فعلا في عنا اي اي سيستم بتخوف، حتقضي علينا، بتحل لنا كل المشاكل تبعتنا، بتقدم مهام متقدمه، ولا لسه الوضع يعني مش يعني بدنا كمان شغل أكتر عشان يصير في عنا أنظمة متقدمة أكتر في الذكاء الاصطناعي. بعد ما نشوف الـ State of the Art بدنا ندخل في أول موضوع اللي هو الـ Intelligent Agent. والهدف من دراسة هذا الموضوع أنه أنت تعمل ديزاين، يعني أنت المطلوب منك هنا أنه أنت تعمل ديزاين لـ Intelligent Agent. طبعا الديزاين هذا بدي يحقق اهداف معينه، وبدك تحطه انه هو يشتغل في بيئه معينه. وخذها قاعده عامه انه الايجنت اللي بيشتغل في تاسك محدده بيكون اداؤه ممتاز وحتى ممكن يتفوق علينا، لكن اللي بتكون مهامه متعدده بيكون وضع اداؤه مش ولا بد، واداؤه اسوا من البشر بكتير، تمام؟ فعشان هيك انه الايجنتس اللي بتادي تاسك محدده بتكون ممتازه، تمام؟ بدنا نحكي هذه الشغلات في التصميم. مش فاهم عليك. يعني انت بتحكي النظام العام اكثر من سيستم الايجنت بيكون سيء. هذا اسمه من البشر او المشاكل. نعم. طب حتى لو كان انه عباره عن عده انظمه مجمعه في نظام واحد. صحيح. يعني هنا في الـ State of the Art هاي بدي خليني أستبق شوية الأمور. وهذه خليها نفتحها عشان تأخذ وقت. عارفين مين هذا؟ مين؟ ميسي. وهذا روبوت، تمام؟ ايش انا بحكي انه الروبوت انه بيأدي مهام متعدده؟ فعليا هذا الروبوت ايش الوظيفه تبعته؟ الوظيفه تبعته انه هو بده يركز على الكوره، تمام؟ وبده يسنترها انه هو يسددها في الهدف، تمام؟ فبالتالي في عندك كمبيوتر فيجن، نظام رؤية، بده يكون في عنده نظام بصري انه هو يقدر يتعرف انه هذه هي المرمى وهذه هي الكرة انه راحت بالاتجاه هذه والمفروض انه هو يلحقها. وبده يكون في عنده نظام ذاتي في الحركة انه هو لما يتحرك انه ما يقعش. فعدة انظمة مع بعض ادائها صعب انه يكون زي اداء الانسان، مستحيل يعني، ما صعب كتير. تعال شوف كيف الاداء تبعهم. كيف بطلع المدافع الأول وطلع المدافع الثاني في بطء في الإنترنت، تمام؟ وهو شايف كيف شاكب بطلع تحت وبطلع على المرمى فوق. هذا الروبوت ركز عليهم هما الاثنين، وهاي جول، وهذا لسه هاي قاعد شايف نظام الحركة مع نظام الرؤية مع نظام إنه أنت بدك تسنتر على جول. هاي بده يسنتر، شايف كيف طلع على المرمى، بده يرجع يتطلع تحت ويسدد وبتطلع اوت في الاخير. فهي المقصود انه يكون في عندك انظمه بتسوي مهام متعدده. لكن
نظام بيأدي مهمة محددة، هذا بوت الوظيفة تبعته انه هو ينظف، خلاص هذا الوظيفة تبعته ينظف، أداؤه ممتاز، وفي موجود منه في المطارات، وفي موجود منه في محطات القطار، وفي موجود منه في أماكن عامة كتير، تمام؟ بدل ما أنت تجيب عامل يدخل في حظيرة الأبقار وينظف، فهي البوت بيسوي لك الشغلة هذه. طبعا بدك تبرمجه انه هو الاماكن اللي فيها اوساخ انه هو يروح عليها، ايش الفائدة انه هو يضله محله وينظف في منطقة نظيفة؟ تمام؟ بالضبط، وانه وبده يقلل من استهلاك الباور تبعته. بالضبط بالضبط، لا بس انه الوظيفة تبعته محددة انه خلاص انه نظف، هذه الجول تبعه واضح، يعني اداؤه بيكون افضل بكتير، يعني هذا لسه ممكن يتفوق على العامل تبعك، العامل تبعك يعني انه ممكن يقول لك انه انا تعبت، انا اليوم تعبان، انا اليوم اجازة، انا اليوم كذا، هذا 24 hours على 7 days، تمام؟ فهي مفهوم انه يعني جواب على السؤال. فكنا نحكي انه القاعدة العامة زي ما حكينا انه الايجنت اللي بيشتغل في تاسك محددة بيكون اداءه ممتاز، اللي بيشتغل انه بشكل عام انه بيأدي مهمة يعني فيها عدة انظمة مع بعض بيكون اداءه صعب انه انت تنسق بين هاي الاشياء كلها مع بعض. طيب نرجع هنا، نتحرض يعني هذا الشابتر بيركز على الديزاين، هذا الشابتر او هذا الموضوع بيركز على البروبلم سولفينج، لانه احنا حكينا في التعريف من ضمن الشغلات انه شو الفائده انه الذكاء وانت مش مستغله في حل المشاكل، بدك تحل مشاكل، فبالتالي بدي اعمل ايجنت تحل لي مشاكل، تحل لي مشكله التنظيف، تحل لي مشكله الرد على الزبائن، تحل لي مشكله كذا، تحل لي اي مشكله. طيب حقيت الفكرة هنا انه في البروبلم سولفينج بدنا نركز انه احنا نعمل فورميليشن فورميوليت بروبلم از سيرش بروبلم. اذا انت قدرت انه انت تصيغ، هذه هي شطارة في الموضوع، تصيغ المشكلة as a search problem، ساعتها خلاص تقدر تطبق search algorithms، يعني انت اخذت في data structure search algorithms، تمام؟ فنجحت انه انت تعمل formulation للproblem هذه انه as a search problem. يعني زي ايش search problem؟ انه انت عندك في الفيلد في الجيم انه انت عندك هذه التانك او هذه الفيكل بدها تنتقل من مكان لمكان تاني، فهي عبارة عن سيرش بروبلم، بدها توجد انه في انا في عندي سبع مسارات، في عندي سبع مسارات، فأي مسار تروح تختار واحد منهم بشكل عشوائي ولا لا بدها تعمل سيرش الافضل مسار، فبالتالي هي عبارة عن سيرش بروبلم، تمام؟ فايش هي السيرش الجوريثمز اللي احنا حناخدها هنا؟ في انا عندي البريدث فيرست، اليونيفورم كوست، الديبث فيرست، ديبث ليميتد، ايتيريتيف ديبنينج سيرش، بيست فيرست سيرش، الاي ستار والهيورستكس. كيف؟ صحيح، افضلهم الاي ستارز مع الهيورستك، تمام؟ هذه الالجوريثمز معظمها انه يفترض انه مرت عليك في الداتا ستراكشر او في ماده خوارزميات بغض النظر شو اسمها. على اي حال انا حشرح لك اياها، يعني حشرح لك انه الالجوريثم هذا كيف بيشتغل وحنيجي نطبقه ونشوف انه نقارن كيف انه ادائهم انه زي هيك، تمام؟ بعد هيك بدنا ننتقل لموضوع الجيم بلاينج، موضوع مهم جدا انه انت يعني كلكم بتلعبوا جيمز اكيد معظمكم، تمام؟ في حدا بيلعبش جيمز؟ فيش حدا بيلعبش جيمز، اكيد انت بتلعب ضد الكمبيوتر والكمبيوتر لازم يكون في عنده ذكاء، تمام؟ ايش التكنيكس اللي انت بدك تخلي الكمبيوتر انه هو ذكي؟ ففعليا احنا عشان هيك الموضوع هذا مرتبط بالسيرش الجوريثمز، هو فعليا بيعمل سيرش لشغلتين، يقلل فرص الفوز تبعتي ويزود فرص الفوز تبعته،
وفعليا الكمبيوتر انت بتلعب ضده كيف بده يكون اداؤه كتير ممتاز، بده يدور على شغلتين، اي حاجه بتقلل فرص الفوز تبعي يسكر علي يعني، او بتزود فرص الفوز تبعته، فبالتالي هو بيختارها من ضمن البوسيبل سوليوشنز او الباث المسارات اللي موجوده عنده. فحنشوف كيف يعني الالجوريثم من ماكس، عشان هيك من ماكس لانه تقليص فرص الفوز تبعي وماكسمايز لفرص الفوز تبعته، عشان هيك الالجوريثم اسمه من ماكس. بعد هيك الاكسبرت سيستم، يفترض البشر عادة انه بعد مرحلة معينة في العمر انه هو بتخصص في شغلة معينة، فيا بكون طبيب يا بكون محامي، تمام؟ فبالتالي انه بكون في عنده خبرة في مجال معين، الخبرة هذه يعني بنسميها انه يعني human expertise. والهدف من الاكسبرت سيستمز انه انت تبني software بيحاكي خبرة الانسان. يعني خبرة الطبيب ايش هو؟ انه انت يعني حضرتك لما تروح على الطبيب ايش بتقول له؟ بتقول له بالضبط انا والله حاسس انه انا في عندي حرارة مع شوية صداع مع مش عارف في عندي كحة كمان. فهو حسب المعرفة تبعته بقول والله اذا كان في حرارة وكان في كذا فبالتالي التشخيص بيكون كذا. فعشان هيك انه النظام هذا if then rules rule based expert system. هنا عندي طرق كثيرة لبناء الاكسبرت سيستم، لكن الرول بيست اكسبرت سيستم انه بيشتغل بنظام if then rules، هو فعليا زي هيك. اذا كان عندك العرض الفلاني وعندك العرض الفلاني then التشخيص بيكون كذا. طيب ليش يلزم لي نظام ذكي؟ جملة اف اس يكون النظام يعني على قد الحدث كيف؟ لا بدك انه آلية للاستنتاج، مش conventional programming انه انت تيجي تقول ان الموضوع اف الس اف الس اف الس. لا، انه انت بده يكون في عندك انه هادي الاف الس عفوا الاف ذن عفوا انه بتأدي انت عندك لفاكت اضافية، والفاكت هذه بدك ترجع تستنتج فيها مرة تانية. وفي انا عندي طرق في الاستنتاج، طرق في الاستنتاج انت في عندك فورورد وفي عندك باكورد تشيننج. فورورد تشيننج انه انت مثلا انه من الحقائق اللي موجودة عندك بدك تطلع ايش الحقائق اللي بتنتج على هذا الاشي، والعكس انه انت بدك تيجي تثبت انه والله هذا الشخص مذنب ولا مش مذنب. فبالتالي conventional programming وتعملها لوبز وشغلات زي هيك لا، بدك انجن منفصل عن الرولز. فهو فعليا برمجة يعني logic programming بسموها، لكن انه متطورة اكثر انه فيها آلية الاستنتاج. كيف يعني if then؟ يعني لا بيكون ما فيش فيه ذكاء. الذكاء يعني انا بحكي لك تفكير والقدرة على الاستقراء والاستنتاج. كيف يعني انه الاستقراء والاستنتاج؟ يعني انه انت بدك تبني حقائق يعني على بعض، يعني بمعنى اخر انه انت بتقول انه انه اليوم انه عندك الجو مشمس، تمام؟ فبالتالي انه هذا بيترتب عليه انه كذا وكذا وكذا، وبيترتب عليه انه كذا وكذا وكذا. فبالتالي انت بتعمل استقراء انه انه في ذلك اليوم انه الشخص هذا انه كان طبيعة ملابسه خفيفة ولا مش خفيفة، انه بناء على انه تفكير وتحليل زي هيك، مش اشي بسيط انه if وthen. بعد هيك بدنا نروح على الفازي لوجيك. بعد الرول بيست اكسبرت سيستم بدنا نروح على الفازي لوجيك، المنطق الضبابي. منطق الضبابي، طبعا المعلومات اللي موجوده في العالم تبعنا اكيد ضبابيه. انا في عندي صداع بس مش كتير، مرات بيجيني. انا في عندي كحه بس خفيفه، تمام؟ ويجي حدا تاني يقول انا في عندي كحه يعني دبحان يعني انه زي هيك. فهذه المعلومات الضبابيه، مش انه انت تتعامل مع الفاكت انه في كحه او ما فيش، باينري
لا بده يكون انه انت تتعامل معها بضبابية، بدك بده يكون في عندك السيستم ضيف له القدرة انه هو التعامل مع المعلومات الضبابية بحيث انه انت تحسن الاداء تبعه، لانه هي الموجود في الحياة العملية. طبعا هنا راح ناخذ الفازي لوجيك ثيوري، المنطق يعني او النظريات الفازي، بحيث انه نقدر انه احنا نستنتج معلومات في ظل ما يعني وجود معلومات ضبابية. بعد هيك حننتقل لموضوع الارتفيشال نيورال نتوركس. هذا الموضوع مهم جدا جدا جدا. شو علاقته اصلا بالذكاء؟ هو فعليا انت لما بدك تيجي تقول والله بدنا نبني ماشين بتحاكي ذكاء الانسان، الانسان يعني مركز الذكاء تبعه وين موجود؟ في المخ ولا في العضلات؟ في المخ، صح؟ والمخ من ايش مكون؟ من مجموعه من الخلايا العصبيه. الخلايا العصبيه كيف شكلها؟ هاي شكلها زي هيك. بيولوجيكال نيورونز. ففعليا انت عندك النيورون، هذه مستقبلات، تمام؟ المستقبلات هنا طبيعة التفاعل فيه كهروكيميائي، تمام؟ يعني بتكون فيه انت عندك هرمونات او يعني تفاعلات كيميائية معينة بينتج عليها اشارة كهربائية. الاشارة الكهربائية بيتم نقلها عبر المحور هذا ل الطرفيات هذول، اللي هي يفترض انه تكون موصلة بنيورونز اخرى، شبكات بعقد عصبية اخرى، وهذه المعلومة انه هي بتستقبلها برضو بتعالجها وبتنقل للي بعدها. فهل فعلا احنا ممكن نبني، يعني نستوحي من هاي الفكرة ونبني artificial neural networks؟ فبالتالي هنا هذه بدل ما احنا يعني بدل ما يكون في عندي هنا تفاعلات كيميائية، انه بده يكون في عندي هنا عمليات رياضيه سيميليشن محاكاه. فبالتالي انا عندي هاي المستقبلات بنجري عليهم عمليات رياضيه معينه، وبيكون انا في عندي الناتج وبنشبكهم مع بعض، بيصير في عندي artificial neural networks. فبالتالي هي فعليا عباره عن محاوله لمحاكاه ذكاء الانسان، الشبكات العصبيه. ايش الوظائف تبعتها؟ نفس الفكره problem solving، وانه هي يكون في عندها القدره تبعت الانسان. ايش القدره تبعت الانسان؟ لما اجي اسالك ايش هذا قلم، ايش هذا دفتر، ايش هذا كذا. فبالتالي هاي الشغلات يعني زي مثلا الاوبجكت ديتكشن، هذه من الشغلات اللي عندك القدره انه انت كبشر انه هي موجوده عندك، فبالتالي بدنا نخليها موجوده كذلك على النيورال نتوركس. فهل ممكن انه احنا فعلا نبني النظام بحاكي هاي الشغله؟ فهذا هو الموضوع اللي حيحكي عن الارتفيشال نيورال نتوركس، تمام؟ بعد هيك راح ناخد الجينيتك الجوريثمز، هذا الموضوع اللي هو الجينيتك الجوريثمز او الخوارزميات الجينية. الفكرة في الموضوع يا سيدي العزيز انه الانسان فعلا لما بده يعمل شغلة انه بعمل شغلة مستوحاة من الطبيعة. يعني بده يبني طائرة، ما يجاش انه خطر على باله انه والله الطائرة المفروض يكون فيه لها جناحين ومفروض يكون فيه لها ديل، لا، بيستوحي هذا الموضوع من شيء مخلوق حواليه، من الطائر، انه في عنده جناحين وفي عنده الديل، والديل مهم جدا في التوجيه. وكذلك الشبكات العصبية إنه هي بتحاكي ذكاء الإنسان، وكذلك الخوارزميات الجينية. الخوارزميات الجينية مستوحاة من البيولوجي، إنه أنت عندك الجينات إنه أنت بتكون في عندك سلالة معينة، السلالة اللي بعدها يفترض يكون أدائها أفضل من السلالة اللي قبلها، تمام؟ طبعا إحنا الوضع عندنا بصير أسوأ يعني لأنه هي بتتكيف مع الطبيعة، فبالتالي إنه هي مستوحاة من الطبيعة. فالفكرة في الموضوع انه استوحى هذا الموضوع من البيولوجي، وايش الهدف؟
انه والله السلاله اللي بعديها او الجيل اللي بعده بيكون عنده القدره على حل المشكله افضل من الجيل اللي قبله. فبالتالي الفكره في الموضوع كلها بروبلم سولفينج. نرجع هنا ل هاي النقطه، حل المشاكل، بروبلم سولفينج. ففعليا حناخذ الجينيتك الجوريثمز وحنشوف كيف نستخدمها في حل المشاكل. بعدين حناخذ هايبريد انتليجنت سيستمز، فعليا الانظمه هجينه، فعليا حناخذ كيف مثلا ندمج بين الارتفيشال نيورال نتورك والفازي، فبيطلع عندي حاجه اسمها نيورو فازي. طبعا الهدف انه انا بدي اخذ القوه تبعت النيورال نتوركس مع الفازي بحيث انه نبني سيستم اداؤه افضل، او نيورال نتوركس مع الجينيتك، فبالتالي بيطلع عندي حاجه اسمها نيورو ايفولوشن سيستمز، فبالتالي انه باخذ القوه تبعت هاي وتبعت هاي، فهي الهايبريد سيستمز. اخر حاجه ممكن ناخذ بعض التطبيقات في الناتشورال لانجويج بروسيسنج، انه نشوف كيف الذكاء مستخدم في معالجه المعالجه الطبيعيه للغات البشر، لانه انت فعليا بدك تخلي الكمبيوتر انه هو يفهم اللغه تبعتك ولما تيجي تساله سؤال يرد عليك، تمام؟ وهذا الكلام احنا حنشوفه في التعريف، تمام؟ وحنشوفه في الستيت اوف ذا ارت. في انا عندي في من الستيت اوف ذا ارت حنشوفنا هذا الروبوت، بدنا نشوف روبوت تاني اسمه صوفيا، تمام؟ روبوت مشهور من هانسون من شركه في هونغ كونغ، هو من اشهر الروبوتات. كيف مع معها الجنسيه السعوديه، تمام؟ تمام. ف فهيك فعليا صار في عندك فكره اساسيه عن المواضيع الاساسيه. بدنا نبدا المحاضره الجايه انه وات از ارتفيشال انتليجنس، بدنا نبدا من هنا، بدنا نشوف ايش المواضيع هذه اللي هي ديب ليرنينج، ناتشورال لانجويج بروسيسنج، هذه كلها مواضيع متعلقه بالذكاء الاصطناعي، ماشين ليرنينج وايش التصنيفات تبعته، نيورال نتوركس وكمبيوتر فيجن. فهمنا ايش الكمبيوتر نتوركس. الكمبيوتر فيجن هو عباره عن انه يكون في عندي نظام بصري او نظام رؤيه للروبوت تبعي او للانتليجنت سيستم تبعي، تمام. الماشين ليرنينج عشان يكون في عنده القدره انه هو يتعلم، مش احنا حكينا في التعريف تعليم. فالماشين ليرنينج هي عباره عن تكنيكس انه في الاي اي انه بدنا نخلي القدره انه هو يتعلم، ناتشورال لانجويج بروسيسنج عشان يفهم لغتنا ياخذ ويعطي معنا، ديب ليرنينج هو عباره عن شيء فرعي من الماشين ليرنينج. خلينا نشوف التفاصيل هذه المحاضره الجايه ان شاء الله، تمام. بنكمل كيف هذا الموضوع الاول هذا اللي هو وات از اي اي، هو عبارة عن two articles يعني مطلوبين منك، يعني تلخيصه موجود هنا، بعد هيك عبارة عن سلايد، يعني هذا عبارة عن سلايد يعني انه زي هيك، تمام؟ في حدا عنده سؤال استفسار؟ تمام؟ يعطيكم العافية.